انا المشكل وقع لي يا السيده سلمى اللي ماتت انايا يعني دائما في عراسهم دائما في السبوعات ديالهم ياك دابا منين ماتت يعني وليت انايا كنفكر في واحد النهار مشيت عند الدكتور قالوا لي الدكتور اللي فتح لي هو اللي ولد هو اللي سبابه في هذه الموته قلت لهم انايا براسي فتح لي وما دار لي لا تحليله لا حتى شي حاجه دخلني من الزنقه ديريكت للفتيح منين فتح لي عفتح لي وسدني ما حيد لي والو ب 170 وعطاني واحد المنطقه خانزه انا مقلوبه تدخلوا صحاباتي لقاو ديك المنطقه تخرجوا حيحوا عليها عاد بدلوا لي المنطقه كنتمنى من الله ياخذ العقاب ديالو والدر يلا اش داك ما داكش السبيطار داني داني كنيني فتح والله اعلم تابع لي والله اعلم مو مداني ليه مشيت ليه مشيت ليه هو تماك فين فتح ليا وتماك فين عفتحني وشرقني ومشيت دوس على الطبيب اخر الله يجازيه بخير قال لي شي الطبيب خاصك ديكلاري بها بنتي عفتحك وسدك ما حيد لك حتى حاجه المرض اللي باقي فيك باقي والله حتى انا ضحيه ديالو ب 170000 ماشي ب 20000 170000 ريال والتقليد عليا الا كذبت عليه وما نسمح لي لا دنيا لا اخره ومستعده نتقابل معاه في المحكمه ومستعده نتقابل معاه في اي بلاصه حيت انا النهار اللي فتحوا لي ما عطوني حتى ورقه باش نخرج بحال قلت يفتح لي خزنه وخرجني الله ياخذ فيه الحق والله بيناتنا هادي نقول لك هذا هو الثالث فرمدانات اللي داز انا باقا عندي شي ورقه انا مازال غتجي عندي فاطمه الزهراء للدار وغادي نجبد لها الدواسه كاملين وغتشوفها شمال الشهر هذا هو الثالث فرمدان اللي داز انا ما ولدتش انا كان فيها في بيفغوم ولا الكوره ما ولدتش انا بغيت يحيد لي المرض انا بغيت يحيد لي المرض انا ماشي على على شي حاجه انا بغيت يحيد لي المرض ما حيدش لي المرض هذاك الشيء خلاه هو هو الله ياخذ فيه الحق شنو المطالب ديالك المطالب ديالي الله ياخذ فيه الحق لو سخ الدنيا كتمشي وكتجي 170 الف ريال الف ريال اللي عطيته عوضها لي الله الله ياخذ فيه الحق خاصو يصفي نيته ويخدم مع الناس ماشي اللي جات تفتح يقول لها 1000 درهم وقدامي كنشوف منين دخلت عند الدور على كابين قدامي الناس حاملين كيعطي الطبيب ديال تماك نص نهار قال لي حامله كتجي تحط 1000 1000 درهم عاد كتخرج تمشي تمشي لسيدي عثمان تشتري لي حامله البارح وهز 1000 درهم واش كلامها صح كلامها صح ما كذباتش كنقول لها الله يفك وحيلك على خير والله ياخذ فيهم الحق ما كاينش القانون الله يفك وحاله على خير والله ياخذ فيهم الحق واخا قال لك كاين شي مصريه واقفين تما كيعطيو النمره ديالهم كاينين كاينين هادشي كلشي كاين انا كنت كنقلب على طبيب تماك باش يفتح لي كنت كندور بالفلوس عاد كيدخلوني عنده وكيدخلوني في باب اختصاصي ما كيدخلونيش مع العموم كيدخلوني واحد البيبان صغار عاد باش ندخل نشوف الطبيب وتا كنميزي الفلوس وهادشي ما هي مره ما هي جوج ما هي 10 ما هي 20 واخا اختي شوفي في الكاميرا وقولي لي الكلمه الاخيره لا توصلي والله ياخذ الحق خدموا بنيتكم وسخ الدنيا فايته والدنيا فايته والموت كاينه الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق خليتوها الدريه ضاعت سلمى خليتوها ضاعت خلات وليده صغير قرحتنا وشواتنا ما تستاهلش الموت ولكن قدره الله الله يعطيها جنه الفردوس الله يعطيها جنه الفردوس صديقه القبور مشات مظلومه على الاقل ما يفتح لها وعرف عندها الطونسيون خاصو ما يقولش يقول لوالدها بان الطونسيون ما تحيش الدواء ديالو ما يحيدوش ما تحيدوش هو خلاها وحيداته علاش الطبيب علاش خاصو ينبهها خاصو ينبهها بان الدواء ديالها خاصها تتبعو خاصها تبقى كره بقات الوليده دريه في عمرها 18 عام آية من الجمال حشومه عليه وحشومه عليك الله ياخذ فيك الحق يعني هذه شو الصحه بالنسبه لسيدي عثمان دائما فيه الشوه بغيتكم تمشيو لي مع 4 الصباح بغيتكم تمشيو لي مع 3 بغيتكم تمشيو لي الوقت اللي كتكون فيه المضاربه ديال بصح اما هذا الشيء راه غير داز ما يعاود ياخذ دابا يرجع كيف ما كان خاصها تشوف خاصو ما يجيو يشوفو ويديرو مراقبة واللي بغا يدخل يخدم بنيته بنيته يخدم يدخل بنيته يخدم واللي ما بغاش يدخل في وسخ الدنيا راه يخليها عورة يمشي للكلينيك ويديرك يفتح عيادة راسو ويخدم فيها ما يخدمش ديال الدولة والله ياخذ الحق وسلمى الله يرحمها والله يوسع على ضيقة القبور الله يعطيها جنة الفردوس وعاش المالك ما كيساكن كيفاش تلقيتو الخبر ديال الوفاة وجدنا كصاعقة هذا الخبر هذا ونطلب الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها ويصبر اهلها واخوتها ووالديها نطلب الصبر والسلوان ونطلب الله سبحانه وتعالى يرحم جميع اموات المسلمين هذا هو اللي كاين اخويا. سمعت الطريقه باش مات وسمعنا عن طريق خطا طبي
ودابا هي الحمد لله راه في عندنا بلد الحمد لله ديال البلد ديال الاخلاص، ونطلب الله سبحانه وتعالى يعني ياخذ الحق ديالها. هذا هو اللي كاين اخويا. جراح الشومه وعيب وعار، واش الطبيب ديال سيدي عثمان ما عندوش ضمير؟ ما عنده ضمير وما انبوش في هذه اللحظه دي. وانا الصباح ديت الخوادري الصغيره للسبيطار الحومه ديالنا ديال لاله مريم، في طبيبه وحده سيكيريتي سد الباب. أمة ديال عباد الله، عيالات شيبانيات، كلشي بنادم مجموع مريح حدا الباب باغي يدخل، باغي يدخل على الطبيب، وكاينه طبيبه وحده وما حشوماش. عيب وعار. والسبيطار ديال سيدي عثمان الا ما كانتش هادي هاد ما غيديروا معاك حتى حاجه. واش الشمس مضروبه ضربه؟ كتمشي بغات خياطه خلص 40 درهم عاد باش تدخل تخيط ضربه. هادشي راه عيب وحشومه، هادشي راه بزاف. هادشي خاص الدوله تشوف فينا. عيب وعار. وعاش محمد السادس.